سيادتك، قاتلت داعش الإرهابي، نسألك عن المغيبين بعد داعش، عن المخبر السري اللي يعني هواية أسر دمرها. نعم، يعني حاليا يعني اللي أعرفه أنه بعد مطالبات كثيرة، يعني حاليا فيما يخص خاصة هذا المخبر السري، هناك إعادة محاكمات موجودة، يعني صارت استجابة بهذا الجانب، خاصة بالنسبة للي تم يعني حكم عليهم، يعني وطلبوا أهاليهم أو هم طلبوا، فهناك أكو استجابة، يعني بعد أنه الإخوان البرلمانيين خاصة يعني صارت في وقت مطالبات كثيرة. فيما يخص الناس اللي ما نعرف وين، يعني ما نعرف يعني هل داعش غيبهم أو جهات أخرى، يعني هذا تدرين، يعني حتى الإخوان اللي رشحوا على البرلمان، واحد من شعاراتهم كان هذا البحث عن المغيبين. الآن دخلنا بالتوقيتات الدستورية، واللي نرجو أنه الإخوان النواب يتابعون هذا الملف بكل جدية. يعني هاي المشكلة هي حتى يعني التصاريح الأمنية، اللي كابوس اللي طارد أهالي الموصل، يعني أكثر من 7000 معاملة، المناشدات دي توصلنا سيادتكم، يعني نريد نعرف من المسؤول عليها، نتكلم عن حكومة مركزية أم محلية؟ يعني احنا حلينا كثير من شغلة التصاريح الأمنية ست وجدان. حليناها مع الأستاذ قاسم العرجي، حليناها مع الأخ حميد الشطري، حلينا كثير من عدها، وإحنا حاضرين. يعني كثير من هاي الرواتب المدخرة وغيرها كانت متعلقة بهاي التصاريح الأمنية، وإحنا أبوابنا مفتوحة. يعني بالنسبة لي يعني نتابع، وأنا طلبت من الأخ الأستاذ حميد الشطري أن يرسل لي موظفين خاصين بس يتابعون التصاريح الأمنية اللي في دوائر بغداد، يعني ومشكور الآن أرسلهم موجودين، وأني حاضر أتابع أي قضية تخص التصاريح الأمنية. إحنا مو مثل قبل ست وجدان. قبل كانت عندنا مشكلة، اللي يروح يطلع جنسية إلا تصريح أمني، صحيح، اللي يقدم وين أي معاملة تصريح أمني، هواية راحت من هذه المسائل قضينا عليها. يعني نعم.